فندم. عايز اقابل فؤاد بن نصار. حضرتك مين؟ قول له عبد الحميد دراز. ايوه يا استاذ عبد الحميد، حضرتك في ميعاد؟ انا سبق جيت له هنا قبل كده لما هو طلبني، اكيد انت لسه فاكرني. هو طالب حضرتك دلوقتي؟ يا ابني يا ابني قول له عبد الحميد دراز، هو هيعرف. انا اسف يا فندم. اسف يعني ايه؟ هو مش جوه؟ يا فندم مفيش ميعاد. يا ابني انا عارف انه جوه، وصل امبارح من السفر. الله، قول له عبد الحميد دراز عايز يقابلك. قال لك لا، يبقى في بينا كلام تاني. انا اسف يا فندم ما اقدرش. وانا كمان اسف، مش همشي من هنا لما اقابله. بتعمل ايه؟ لا يا ما انت شايف، مش همشي من هنا لما اقابله. ايه اللي جابك هنا؟ جاي اقابل فؤاد بيه. بقول لكم ايه، محدش منكم يمد ايده عليا، انا لا جاي اسرق ولا جاي اعتدي على فؤاد بيه نصار. يا شرف يا انيس، ايه الدوشه دي؟ سيبوه. انا اسف يا فؤاد بيه اني عليت صوتي، بس غصب عني الحرس بتوعك ما سمحوليش ادخل لما طلبت قبلك، مع ان انت لما طلبتني بالتليفون جيت لك جري لحد هنا. عندك حق، اتفضلوا. خير يا استاذ عبد الحميد، عاوز ايه؟ عايزك تسمعني وتشوف. شفت بنتك بتحب ابني قد ايه؟ شفت اتجوزته ازاي وفين؟ ده جواز شرعي، عرض وقبول، والدنيا كلها شاهده. وفين؟ في المحكمة. أنا قريت الجرايد يا أستاذ عبد الحميد. وقلبك ما تفطرش على بنتك، ما صعبش عليك بنت زي دي توصلها إنها تعمل في نفسها كده؟ دي قضيتي وأنا هخلصها مع بنتي. قضية بنتك وأنت هتخلصها، وقضية ابني أخلصها إزاي؟ ما أنت خلصتها وحطيت نفسك بدايره. فؤاد يا نصار، سبق وقلت لك أوعى تهوب ناحية ابني، دايما هتلاقيني بينك وبينه. فاكر؟ فاكر يا استاذ عبد الحميد. مطلوب مني ايه؟ برضو عاوزك تسمعني. وبيني وبينك ثلاثة بالله العظيم، لو عرفت ان انت اللي مبلغ الحكومة ضد ابني، الدنيا كلها مش هتحوشني عنك. يا اخي انا شايل بنتك فوق راسي، ومش هسمح لك تدفن ابني تحت سبع ارض. أستاذ عبد الحميد، أنا عايزك تسمعني دقيقة واحدة من غير انفعال، وهقول لك اللي هقوله لك، وأنا مش خايف منك ولا من التهديد اللي أنت بتقوله لي، لسبب بسيط جدا. أنا فعلا متعاطف معاك جدا ومقدر موقفك كأب. ده الكلام اللي عايز تقوله لي؟ متشكر قوي. لا 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 لا، عايز أقول لك كمان إن أنا لما قلت لك إن أنا ممكن أنسف ابنك وأخفيه، كان ممكن فعلا إن أنا أعمل كده، وأنت عارف أنا ما عملتش ده. ما عملتوش لأني بحب بنتي. بحب بنتي زي ما أنت بتحب ابنك بالظبط. مش قادر أقول لك إن أنا بحب بنتي أكتر ما أنت بتحب ابنك. وما أعرفش لو أنا مكانك كنت عملت اللي أنت عملته ده ولا لأ. مش عارف. استاذ عبد الحميد كفايه بقى، الوضع ده غلط ولا يمكن يستمر. على فكره القضيه دي ممكن يترافع فيها محامي ويشكك في كل اللي حصل. جماز بيه. نعم يا استاذ عبد الحميد. تسمح لي اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. لو لا قدر الله خالد ابنك لا قدر الله يعني وقع في مشكله كبيره هتاثر عليه وعلى مستقبله، هتسيبه ولا أبوتك هتغلبك؟ مشكلة إزاي يعني؟ مشكلة من أي نوع؟ يكون اتورط زي أحمد ابني، يكون اتخانق، يكون ضرب حد ضرب عنيف، يكون على علاقة ببنته وغلط معاها ومش عارف يتصرف، ومحتاج تدخلك، يعني محتاج إنك تحميه، هتسيبه؟
طبعا لا. طب ليه عايزني اسيب ابني يدخل السجن؟ حضرتك شايف ان احمد يستحق يدخل السجن؟ انا شايف انه ضحيه، ضحيه ابوه اللي معرفش يجيب له حقه، وضحيه الراجل بتاع المخدرات اللي ضرب له وجاب له حقه، وضحيه الولاد اللي ضربوه. ممكن على فكره واحد منهم يكون بلغ عنه. طبعا انا عارف ان احمد غلط غلطه كبيره قوي قوي، بس مين اللي وصلوا ليها؟ مين السبب فيها؟ حاجات كتير، اولها انا اني ما عرفتش اجيب له حقه. يا استاذ عبد الحميد، دخولك السجن مكان ابنك مش هيحل المشكله، مش هيجيب له حقه. كمال بيه سبق قلت لك رايه بطريقه عنيفه وحاده واحنا في النيابه، كان غصب عني طبعا. بالمناسبه انا جاي اعتذر لك على اللي بدر مني وجاي اشكرك وارجع لك دول. ايه دول يا استاذ عبد الحميد؟ دول الفلوس اللي حضرتك وديتهم البيت وانا في النيابه. يا استاذ انا مش محتاجهم دلوقتي. وانا مش محتاجهم دلوقتي، الحمد لله جت فلوس من البلد فلازم تاخدهم. احنا مديونين لك من غير فلوس، مديونين لك كتير قوي يا كمال بيه. من ضمن الامور الاربعه اللي لازم نسارع بيها زي الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال، عليه الصلاه والسلام، رد الدين. وكمان انا ما بحبش ابات مديون. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. استنى احمد، عاوزك تروح مشوار مع والدتك. خير يا بابا؟ لا خير طبعا، هتروح لحد ما دام الفه ترجعوا لها الفلوس. وانتوا جايين من الجامعه سوا يا هاني؟ ها؟ هو الا ايه؟ مالك يا بنت؟ بقول لك انتوا جايين من الجامعه سوا. ايوه يا ماما. وهي كانت معاه بجا والناس بتتفرج على صورها في الجرانين، مش كده؟ يا ماما الموضوع ده بقى انتهى خلاص والنبي. هاني عارفه انه انتهى خلاص من ساعه ما جت مع امها في المحكمه وقطعت العرج وسيحت الدم وقالت للدنيا كلها. هو احنا ما ينفعش ننسى الموضوع ده؟ انا لازم انساه. ايوه لازم انساه غصب عني. انا ما فيش في راسي غير اللي جرى لخالك عبد الحميد والقضيه دي يطلع منها ازاي. وانت كمان يا بت اردمي، شيلي، ما تاخديش في بالك. اخد في بالي ازاي يعني؟ يعني كده وخلاص كل شيء جسمه ونصيب. بالك يا هاني لو ما كانش اللي جرى ده لخالك عبد الحميد كان عادل كتب كتابك. عادل مين؟ عادل يا بنت ابن عمك. اه يا بنت بتبحلجي فيا كده ليه؟ ما انت عارفه كان يتقلع له عين وياخدي. ان شاء الله تتقلع له عينها الاثنين، مش عايزاه. مش عايزاه؟ ليه ياخدي؟ ايه؟ هتستنى احمد؟ ما خلاص امك في العش والله طارت. انا مش عايزه اتجوز. مش عايزه تتجوزي ليه يا ضناي؟ اهو كده. كده؟ كده وخلاص؟ ليه يا بنت؟ اتقبلتي؟ هو فيه واحده يجي لها عدلها وتقول لا؟ يما لسه بدري، لسه لما اتخرج وبعدين اشتغل وبعدين بقى باخد اللي ادور عليه. انا اللي تدوري عليه يعني ايه يا بنت؟ يعني مش هتجوز غصب عني بقى الصراحه. هو ده غصب عنك؟ ده الجواز ستري. هي فاهمه ولا لا؟ هو لولا اللي حصل لخالك عبد الحميد ده كان جرى اللي جرى، وبعدين مش عارفين اللي هيحصل ايه بعد كده. لما اللي يحصل يحصل، بعد كده بقى نبقى نفكر. وبعدين سهل عليك النبي ما تجيبي لي سيره الجواز ده خالص. احنا في ايه ولا في ايه؟ انت مش شايفه اللي احنا فيه؟ وبعدين بقى اللي يجرى بعد كده يبقى يجرى. اللي جرى كفيه كفه مال الغراره وطرطار الجوب. بتجرى لها ايه؟ امال انا متسكه باحمد ليه يا هنا؟ لانه خاف عليا في وقت انا ما كنتش خايفه فيه على نفسي، خاف عليا وحماني من نفسه يا هنا. كده؟ انت جايه عايزه ايه؟ كله كده؟ يعني لما الام تكره ولادها يبقى مفيش حد بيحب حد. امال انا متسكه باحمد ليه يا هنا؟ لانه خاف عليا في وقت انا ما كنتش خايفه فيه على نفسي، خاف عليا وحماني من نفسه يا هنا، خاف عليا وحماني من نفسه يا هنا، خاف عليا وحماني من نفسه يا هنا. يا هنا اه يا بيت واقفه كده ليه؟ ها؟ تاني؟ انت جرالك ايه يا بيت اللي واخد عقلك؟ احنا مش قلنا خلاص هننسى الحكايه دي؟
مالك واقفه مساهمه كده ها؟ وبتعمل ايه بالسكينه دي؟ كنت هقطعلك السلطه. سلطه ايه دي يا اختي اللي لفه دماغك؟ يا بنت هاتي ناوليني كده وريني وروحي غيري هدومك. يا بنت اتحركي واقفه كده ليه؟ اتفقتي معاها تروحي لها الساعه كام؟ الدادة بتقول انها خرجت هي ونجار. كنت قلت لها انك هتكلميها تاني. خلاص بقى يا عبدو، هكلمها بعد المغرب تكون رجع. الحمد لله الفلوس موجوده ولازم ترجع لها الليله. الدين ده هم بالليل وذل بالنهار. يا عبدو، الست لا اتكلمت ولا فتحت بقها، بعدين هي فلوس بقى لها 100 سنه يعني. ريح انت بالك، الفلوس مش هتبيت الا في بيتها. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. الباشا في انتظارك. مساء الخير. مساء الخير يا أولا. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا حبيبتي، تفضلوا. أنا النهاردة بس عرفت قد إيه إحنا كنا بعاد عن بعض، بس ما كنتش متخيل أبدا إنك يا نجار هتقولي للدنيا كلها إن المسافة اللي بيني وبينك بعيدة قوي كده. بابا، إذا كنت اللي أنا عملته زعل حضرتك فأنا جاي علشان أعتذر. أنا يا حبيبتي بعتلك مش عشان تعتذر، أنا بعتلك عشان عايز أسمع بنتي بتفكر إزاي. كلميني، ما تخلينيش أتكلم لوحدي، افتحي لي قلبك. أنا ممكن أكون بعمل أي حاجة ضد مصلحتك يا نجار، ممكن أكون بعمل أي حاجة عشان أتعسك وما أسعدكيش. أنت تعتقد إن أنا مش حاسس بيكي؟ محدش حاسس بيا يا بابا، وحضرتك أول اللي مش حاسين بيا. حضرتك ليه مش عايز تفكر فيا على إني بني آدمة ليها مشاعر وأحاسيس زي كل الناس بتحس؟ دايما بتفكر فيا على إني أبقى إزاي بنت فؤاد بينا الصار رجل الأعمال وبس. نجار، كفاية كده. لا يا ألفت، لا، سيبيها. كملي يا حبيبتي، كملي، افتحي لي قلبك، قولي كل اللي أنت عايزة تقوليه. أنا مش عايزة أقول لحضرتك أي حاجة تانية، بس عايزة أعرفك حاجة واحدة بس. احمد اذا كان وحش بجد او طمعان في فلوس حضرتك زي ما حضرتك ما بتقول، كان وافق ان هو يتجوزني في السر زي ما طلبت منه، كانت الحكايه انتهت وخلصنا. لكن احمد قال لي لا، قال لي ان احنا لازم نتجوز قدام الناس كلها والناس كلها تعرف انك انت مراتي، واتفقنا ان احنا نشتغل ونكافح ونبني نفسنا وما نحتاجش لاي حد في الدنيا. وانا هفضل عند وعدي يا بابا، هقف جنبه، مش هسيبه يضيع، مش هسيبه يضيع عشان حافظ عليا. انا كنت متخيله ان الموقف ده يسعد حضرتك، لكن واضح ان انا كنت عايشه في وهم كبير قوي. يعني كل اللي انا بعمله عشان اسعدك في النهايه انا سبب تعاستك. حضرتك يا بابا ما عملتليش حاجه غير انك انت عذبتني. عذبتني مره وانا صغيره لما سبتني انا وماما، عذبتني لما كبرت ورجعت تدور عليا على اني بنتك. خلاص يا نجار، خلاص. فؤاد، المساله دي لازم تنتهي. مسألة دي انتهت خلاص يا ولد. جاري حبيبتي، عيشي حياتك زي ما انت عايزة، روحي اقفي جنب زميلك في المحكمة وجنب والده، بس ما تحرجنيش وتطلبي مني ان انا اكون جنبك، مش حاضر. بس اوعدك لو احمد اخد براءة انا هروح له وبارك له على البراءة، وبارك له كمان على فرحك. بابا أنا آسفة، آسفة إذا كنت عملت أي حاجة زعلتك مني. أنا اللي آسف يا حبيبتي، أنا اللي آسف. أستاذ عبد الحميد، أنت معترف إن الشنطة بتاعتك، لكن ما تعرفش إيه اللي جواها. ايوه، لكن مش دي الحقيقه. الحقيقه هتقولها بطريقتنا احنا. انت مؤمن انك بريء ولا لا؟ ما انت عارف ان انا حكيت للمستشار عمر الحقيقه. ما انت هتقول انها شنطتك فعلا، يعني ما كدبتش، انما اللي جواها ايه بقى زي ما قال الاستاذ اسماعيل ما تعرفش. يا عبد الحميد، انت طيب وصريح زياده عن اللزوم. هو الطيبه والصراحه فيها زياده عن اللزوم واقل من اللزوم يا طه؟ معقول برضه تحكي له الحقيقه بالظبط، تقول له ان دي شنطه ابني وانا شلتها عنه؟ حكيت له كصديق، الراجل ده صاحب فضل عليا، وعمر بيه ده شريف لاقصى درجه.
ما اختلفناش يا استاذ عبد الحميد، احنا تركزنا في نقطة واحدة. كنت تعرف اللي بالشنطة؟ لا بس كنت شاكك. ايوه اهي شاكك دي يا عم عبد الحميد، احنا عايزينك شاكك، والشك يتنقل للقاضي، وفي الحالة دي يبقى لصالحنا. ولا انت عاوز تقول للقاضي انك انت تعرف ان الشنطة فيها مخدرات وانها بتاعتك؟ يا استاذ عبد الحميد لو سألوك تقول الشنطة بتاعتي على اعتبار ان ما فيهاش حاجة. احنا بقى نعتمد على القضايا السابقة والشكاوى الكيدية من اول حكاية البنت تلمستك في المدرسة لغاية دلوقتي، ودي كمان تبقى ضمن التهم الملفقة. صلى الله بقى المستشار عمر ما يقلبش القضية. يقلبها ازاي؟ ده مديني كلمة شرف، معقول هيغدر بيا؟ ده مش غدر يا استاذ عبد الحميد، المستشار عمر طوبار راجل شريف الى ابعد حد زي ما حضرتك قلت، لكن السؤال هيختار شرفه المهني ولا شرفه الشخصي؟ هو ده السؤال اللي محتاج اجابه، واجابته مش مضمونه. انا مطمن يا استاذ اسماعيل، وحتى لو هو رجع في كلمته اللي اداها لي انا هاصر على اعترافي، وحنكر ان انا قلت له اي حاجه بيني وبينه. برضه ما كانش لازم تعترف له بشكل شخصي يا استاذ عبد الحميد. يا اخوانا ما اقدرش اكذب، وحتى لو كنت هكذب ما اقدرش اكذب عليه هو. انتوا بتشككوني في الراجل ليه؟ ده لو عمل كده يبقى ما غدرش بيا لوحدي، يبقى غدر بابني اللي انا استحملت كل البلاوي دي علشانه. اتفضل يا طنط. ميرسي يا نجار، جايبالي العصير بنفسك يا حبيبتي. وانا اللي عاملاه كمان بايدي، هلاقي مين اعز منك اعمل له العصير يا طنط. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا طنط. اتفضل. شرفت يا مدام امال. شرف مقدارك يا هانم. اتفضلي. ايه ده؟ احنا متشكرين قوي يا هانم، والف شكر، وربنا ما يحرمنا من سعادتك ابدا. لا انا كده ازعل قوي بقى، انت جايه مخصوص عشان ترجعي الفلوس؟ والله المستر الاستاذ عبد الحميد مش هيجي له نوم الليله دي لو الفلوس ما رجعتلكيش. يا خبر، ده احنا اكل. ده شرف كبير ليا يا هانم. على فكره يا احمد، انا لسه جايه من عند بابا، هو طبعا زعلان قوي من الكلام اللي اتكتب في الجرايد. انا ما سبتهوش لو انا كسبانه القضيه. عارف قال لي ايه؟ ما تسمعونا بتقولوا ايه يا ولاد. كنت بقول له يا طنط ان بابا قال ان شاء الله لو عم عبد الحميد خد البراءه بابا مش هيقول مبروك على البراءه وبس. كفايه البراءه وخلاص. لا يا طنط مش كفايه، هيقول كمان مبروك على الفرح. شد حيلك يا احمد، وربنا يتمم بخير ونخلص من حكايه القضيه دي. انا والله يا طنط مش مستحمل ان بابا يخش السجن مكاني، بس هو قال لي ما تفتحش بقك. انا مش عارف اعمل ايه. لازم تسمع الكلام يا احمد. لو حد اتهمه لازم يتكلم يا طنط، لازم تقول الحقيقه. مش هما دول شركائك وهما دول اللي ورطوك؟ قولي الحقيقه وانا هشهد معاك من اول اللي حصل في الخناقه. هقول ان هما عملوا كده عشان خاطر انا بحبك. مادام انت بتحبيه يا نجار مفيش حد في الدنيا يكرهه. لا يا طنط بيكرهوه، وهم اللي بلغوا عنه. هما؟ اكيد يا طنط، وعلى فكره الولاد دول هم اللي بياخدوا المخدرات مش ميدو. بتعملي ايه هنا يا بنتي؟ كنت بشرب. حد يشرب في الضلمه؟ ما هو اصل يعني يعني ايه يا بنتي؟ ما انا لو كنت ولعت النور كنت هصحيكوا، وانا خفت اصحي حد. وخلاص شربتي؟ الحمد لله. ارجعي اوضتك وكملي نومك. Thank you.
ممكن اركب عربيتك؟ ليه؟ عايزه اتكلم معاك، اصل انت وحشتني وانا ما وحشتكش، ولا انت ما بقتش تصدقني خلاص؟ انا ما حدش بيوحشني وما بوحش حد، بس انت وحشتني انا قوي. وبعدين خلصي، عاوزه اتكلم معاك في موضوع يخصنا احنا الاثنين. هو هي تقولي انك حامل؟ هو انت حامل؟ وفرد معرفش، تتصرفي تشوفي لك حل. اطمن انا مش حامل، بس ما كانش العشم انك ترد عليا تقولي كده. انا عايزاني اقولك ايه؟ اقولك نتجوز ونجيب عيال، لما يكبروا ويبقوا قدنا نرميهم ونسيبهم. انت عايز ايه بالظبط؟ ارجوكي سيبيني انا تعبان. خالد هيجوزوني. ما ينفعش تقولي اتصرف في دي كمان، لان انا متجوزاك، يعني ما ينفعش اتجوز حد تاني. بعدين انا مش عارفه اعمل ايه، دول راسهم والف سيف عايزيننا اتجوز بالعافيه، وانا مش عارفه اقول لخالي انت هتقف جنبي مش كده؟ خالد دول هيقتلوني، وانا لو ما لقيتش حاجه اعملها هقول لخالي. هتقولي له ايه؟ هقول اني متجوزاك، وان احنا الاثنين كتبنا ورقتين، والورقتين دول معاك. تقول لخالك ان انت متجوزه؟ ايوه، وابوك عارف وقال لي انه هيتصرف، بس لولا القضيه بتاعت خالي كان زمانه اتصرف دلوقتي. بقول لك ايه، مش قلت لك ان انت وحشتني قوي؟ تعالى النهارده نتقابل ونقعد نحل مشاكلنا مع بعض. ماشي، احنا نقعد مع بعض، خليكي على تليفون نتقابل الليلة. خالد هستناك، ما تتأخرش. ايوه هنا يا اسطى، هنا. ايوه هنا اللي احنا جايين له طايرين من سنين مشتاقين. يا رياض، يا الواحد زي ما يكون سايب روحه هنا. يا رياض، يا دي يا رياض، هات يا سيدي. عزة، ازيك يا بنتي؟ ايه يا بنتي مالك؟ انت نسيتيني؟ نسيتيني يا عزة؟ أنا أبوكي. مش ممكن، مش ممكن. أيوة يا بنتي، أنا أبوكي يا عزة، أنا أبوكي. قال فين أمك؟ وفين أخوك رياض؟ يا أم رياض، أم رياض، ما تناديش يا بابا، ما تناديش. تناديش؟ ما تناديش ليه يا بنتي؟ مش هتسمعك، عمرها ما هتسمعك. هو يا عزة تقول ان ماما سابتنا، بس مش هترجع زي ما رجعت انت. قعدت تستناك سنين وسنين لحد ما زهقت، زهقت من القعدة الواحدة قليل نهار، ما لقيتش في أي أمل. حقي راحت بصراحة، هي قالت لنا إنك مت ومش راجع. أنا يا بنتي كنت هموت بدل المرة 100 مرة. أنا تعبت وشقيت واتمرمطت وعيت، أنا لا بقيت عارف أجي فين ولا أروح فين.
بقيت لا طايل سما ولا ارض. تعبت يا بنتي تعبت. لما ما قلتليش يا عزه اخوك رياض فين؟ جاي جاي زمانه جاي. زمانه جاي منين؟ ما تنطقي يا بنتي اخوك رياض فين؟ هقول لك الحقيقه هخبى عليك لامتى؟ حقيقه؟ حقيقه ايه؟ اتكلمي. اخوك رياض فين؟ اخوك رياض جراله ايه؟ ما جرالوش حاجه. امال حصل له ايه؟ هو فين؟ اتجوز وقعد مع الست اللي اتجوزها. ست مين؟ وهي فين الست دي؟ انطقي. ازاي يسيبك قاعده لوحدك ويروح يتجوز؟ بيفوت عليها ساعات. بيفوت عليكي ساعات؟ عنوان الست اللي اتجوزها اخوكي فين يا عز؟ لو عايز تروح لاختك روح لها، انا مش ماسكه فيك. سامعني يا رياض؟ انا مش عارف اعمل ايه. لا يا حبيبي، ما انت لازم تعرف ان انا مش هقدر استحملها كده خالص. انا مش ناقصه غم. وانا بصراحه ما اقدرش اسيب اختي لوحدها، دي بنت. الله، ما تروح لها يا اخي. هو انا ماسكه فيك؟ غريبه والله. لو عايز تروح تقعد عندها على طول روح لها. يعني خلاص مش عايزاني؟ اسمع يا حبيبي، انا لما اتجوزتك اتجوزتك عشان عايزه راجل يملى عليا حياتي ويدلعني ويستتني ويهنني وينسيني الايام السودا اللي انا عشتها ويبقى ليا انا لوحدي. مش انا لسه بقى هقعد ادادي فيك واحط همي على همك. انا ظروفي بقت وحشه قوي. يا ابني انا من ساعه ما عرفتك وانت ظروفك وحشه. دي بنت يا مدام وملهاش حد في الدنيا غير. ما تروح لها يا اخي. وبعدين حكايه مدام دي، انت عايزني اقول لك يا ابني ولا ايه؟ لا يا نجوى، بس متهيألي ان انا قلت لك قبل كده ان انا حاسس ان سنك اقل من سني بكتير، وانا لسه حاسس بكده لحد دلوقتي. لكن دي اختي، ولو ما رحت لهاش متهيألي مش هبقى راجل، ولا ايه رايك؟ وبعدين بقى هقول لك، ايه رايك لو نسيب البيت ونروح نقعد انا وانت عندها؟ ولا بلاش، نجيبها هي وتيجي تقعد هنا معانا. انا خلاص زهقت وقرفت مني. انت ما تفكرش غير في نفسك ولا ايه؟ انت فعلا عامل زي العيال. وبعدين انت لو بتفكر شويه انت كنت حسيت ان انا ضحيت بعيالي وحرمت نفسي منهم وحرمتهم مني علشانك. انت لما سبت ولادك راحوا لابوهم، لكن انا اختي تروح لمين؟ ما تروح في داهيه يا اخي. حاضر يا مدام، انا اللي هروح في داهيه من هنا. استنى عني، انت رايح فين؟ هلم هدومي. انت اوضه النوم دي ما تخشهاش خالص. اوضه نومك بقت حرام عليا؟ انا لسه جوزك يا هاني. خلاص يا حبيبي، انت طالق. مش العصمه برضو في ايدي؟ انا اللي هجيب لك هدومك، بس لازم تعرف ان الهدوم دي انا اللي جايبها لك، عشان انت اول لما جيت لي كنت عريان وجعان وحافي. روح شوف مين اللي على الباب. يا سلام، ايه مش عايز تفتح؟ مش حقي، مش بيتي عشان افتح الباب. بلاش، احسن برضو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش دي شقه مدام نجوى؟ ايوه، مين حضرتك؟ انا جاي عشان رياض. رياض، رياض، الو. ايه يا هنا،
انت جاهزة؟ أيوة أنا مستنيكي في الشارع زي ما اتفقنا. وانت كمان وحشاني أوي. سلام. وانت كمان وحشتني قوي يا ابن الأستاذ. اهديه يا هان، مالك لبستي كده وحطيتي شنطتك على كتفك؟ رايحه فين؟ هو انا مش قلت لك ان انا عندي تحقيق مع شخصيه مهمه؟ يا لهوي بالي، اي والله نسيت. بس انت قلت لي انك مستنيه تليفون. اه ما هو التليفون جه، بس ده جه متاخر قوي يعني. ليه بس يا حاجه؟ ده احنا لسه المغربيه. وعلى ما ترجعي هنبقى العيشي؟ لا بعد العشاء. يا لهوي بالي، بعد العشي شغلانه ايه المهببه دي؟ شغله البحث عن المتاعب. واحنا ناقصين متاعب يا هاني. معلش يا حاج، ده امتحان ماده كده لازم انجح فيها، ولو ما رحتش بقى ممكن اسقط. تسقطي؟ يا لهوي بالي. ليه يا هاني؟ هو انا جايبك هنا عشان تسقطي؟ وانا مش هرضى لك ان انا اسقط ولا ارضى لنفسي، بس انت دعيلي حبيبتي. روحي يا ضنائي، روحي من قلبي. ربنا ينجحك ويهدي لك العاصي قدر يا كريم. الله، هي دي العاصي؟ هي دي بقى اللي انا عايزاها. بتهديش ليه؟ المرة اللي فاتت عديت بس انت خفت عليا، المرة دي كمان هتخاف عليا؟ وما تدخليش الشقة. لا ما خلاص، المرة دي بالذات لازم ادخل عشان نقعد ونتكلم. هنتكلم. Happy birthday to you. Happy birthday. هو في عيد ميلاد النهاردة؟ تحبي يبقى عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد حبنا. احنا حبينا بعض من قد ايه؟ سنة؟ أقل. يعني كام شهر؟ مش مهم اللي فات، تعالى ننسى كله ونبدأ من النهاردة. بتحبني وهتخاف عليا وهتحميني؟ طب ما بتردش عليا ليه؟ بتحبني وهتحميني؟ ولا نقفل الشمعة دي ونقعد نشوف هنعمل ايه؟ الأحسن أشوف القهوة اللي فرت بعد كده نتكلم. عايزك بقى تشربي القهوة دي كلها عشان نعرف نتكلم. أنا أصلا ما بشربش قهوة وأنت عارف. أنا عايزك تتجوزني. آه أنت لازم تتجوزني قدام الدنيا كلها وتروح تطلبني من خالي ونعمل فرح في أوتيل وهالليلة وزفة ونجيب عيال ونكبرهم ونسيبهم ونرميهم ونتجوز. أنتوا عايزين فضايح؟ هما مين دول اللي غاويين فضايح يا أنتوا؟ الستات كلها. انت عايزه ايه؟ عايزه حقي. حقك
الورقتين فين؟ ورقتين ايه؟ الورقتين بتوع الجواز اللي كتبتهم لي هنا في الشقه دي. قطعتهم. قطعتني؟ سيحت دمي؟ ايه؟ انا اللي سيحت دمك؟ ايوه سيحت دمي، ولازم اخد بطاري شرفي وشرف اهل الخرابه.